اسمي جهاد عادل، عندي 22 سنة، بدرس وبشتغل في نفس الوقت، وسمى في كل حاجة حلوة عن أي راجل تاني. أنا عارف يعني أكيد كلنا قابلنا ناس تانية في حياتنا ما توفقناش معاهم، أسامة هو راجل يعتمد عليه دايما، بلاقيه معايا في كل الأوقات. أنا بنسى أحيانا أنه عنده إعاقة، يعني لما بحتاجه في أي وقت بلاقيه معايا، في أي وقت لما مامتي تعبت لقيته معايا في نص الليل، لقيت راجل بجد. يعني احنا كنا أصحابه بس قبل ما نرتبط، ويشاء ربنا يعني أنه يكون جوزي. أكيد أهلي ما كانوش موافقين في الأول، بس أنا أكيد مع الوقت أقنعتهم بيه، وهو قدر بنفسه هو اللي يقنعهم بيه من حيث شخصيته وأخلاقه، هو اللي هيقنع أهلي إن هو يبقى جوزي. أنت خسرت بحبي في الآخر. أنا اسمي أسامة عصمت سليم، 25 سنة. تعرفت على جهاد عن طريق زي ما هي قالت واحد صاحبي، كانت بتدور على شغل وكنت بجيب لها شغل. اللي عجبني فيها إن هي يعتمد عليها فعلا، ما عندها الظروف عشان تاخدني، مش مجبرة عليا، يعني ما فيش حاجة تخليها تاخد واحد قاعد على كرسي. هو الشغل بس دايما بيبقى عندي عوائق في الشغل بالنسبة للناس اللي بشتغل معاها، مش كلها حلوة مش كلها وحشة، وكويس الحمد لله ربنا كرمني في موضوع الشركة، بقابل ناس حلوة كتير عن الوحشين، بيقفوا جنبي وبيساعدوني بيخلوا الواحد، يحفزوا الواحد ان هو يكمل في موضوع الشغل. احنا اهالينا في الاول ما كانوش موافقين، ولا دول ولا دول، هي من ناحية اهلها كنت انا بكرسي، ومن ناحية اهلي ان هي ان هي سليمة فواخد واحد على كرسي فحاجة غلط. هم الاهل من ناحية اللي هو عند قاعد على كرسي يبقى احنا اللي نجوزك، احنا اللي نجيب لك واحدة من البلد، واحدة نعرفها، حد عنده مثلا مشكلة عشان ياخدك، الكلام ده كله. ما السنة الحمد لله مستغربين بقى ان واحدة سليمة ما فيهاش حاجة نورمال ان هي تتجوز واحد قاعد على كرسي، بس الحمد لله الدنيا كويسة يعني. وانا وهي قبل ما نكون حبايب وتخطبنا كنا صحاب، وقعدنا فترة كبيرة مع بعض، عرفنا بعض وعدت علينا مشاكل تثبت ان احنا هنقدر نكمل مع بعضينا. ما بعرفش حد يخليه يزقني من ظهري، ما عنديش المبدأ ده، فهي بتكرر ان هي تساعدني ففي نفس الوقت مش عايزة تضايقني، فبتلقائي واحنا ماشيين مسكنا قدام بعض، لقينا الموضوع حلو وسهل فعلى طول بنعمله، حتى من غير بشكل مباشر احنا بنعمله من غير ما نقصد. انا الحمد لله موهبتي السنة اللي فاتت كنت بلعب بالقوس والسهم، واخد 5 ميداليات، 4 ذهب و1 فضة، منهم بطولة الجمهورية مسافة 18 متر، وسبت التمرين بس عشان موضوع الوقت والنادي بعيد، ومحتاج ان انا اشتغل واخلص موضوعي دوت مع جهاد عشان نتجوز بسرعة في اسرع وقت بإذن الله.